حطيتي عيونك بعيون طفلك بشهوره الأولى وحسيتيه مو مركز معك، وقت كبر أكتر وجربتي تناديه شكاتي بحاسه السمعية على الرغم أنه الطبيب أكد لك أنه معافى. طيب انتبهتي شي مرة أنه طفلك عم يرتب ألعابه على شكل صفوف واستغربتي؟ علامات قد تكون عادية وقد تكون إنذار خطر، خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد. اليوم من حلقتنا من عليكم العافية رح نكون مع الاضطراب ورح يجاوبنا على أسئلتنا الأستاذ بسام الحوراني مختص نفسي، خلوكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم عليكم العافية، البرنامج الذي نحرص من خلاله على تقديم كل ما يهم صحتكم وصحة أبنائكم. موضوع حلقتنا لليوم مشاهدينا هو اضطراب طيف التوحد. سنتحدث عن أهم العوامل والأسباب التي تسبب ظهوره، كما سنسلط الضوء على كيفية التعرف على الأعراض بشكل مبكر وأهمية التشخيص المبكر في تحسين فرصة العلاج والتكيف. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع بسعدني رحب بالأستاذ بسام الحوراني مختص نفسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيكم جميعا، حياكم الله وتحياتي لمشاهدين قناة حلب اليوم. وحياك يا رب. خلونا مع بعض نتابع المادة التالية ومن ثم نعود للحوار. تحبيبية والدة الطفلة شام تعاني اضطراب طيف من طيف التوحد. كانت الطفلة شام في مرحلة الخمسة شهور والست شهور بتستوى بتنادي بابا بتنادي ماما بناديها بتجي، لكن حسينا بعد الثمان شهور تسعة شهور حسينا في خلل انه البنت ما عم تتفاعل مع حدا، بناديها مثلا هشام هشام ما عم ترد. مباشرة توجهنا على طبيب عصبية، فالطبيب عصبية طلب طبقي محوري سيتي للدماغ. عملنا طبق محوري للدماغ، لاحظ الاطباء وجود حثل مادة بيضاء في الدماغ في الفص الامامي للدماغ، من يعيق السمع ويعيق الاستجابة. عانينا كثير والله بالفترة هاي، يعني تعرفي طفلة والكل عم يزعل انه ما عم تستجيب معنا، ما عم تستجيب لمحيطها، ما عم تستجيب احيانا مع نهائيا مع الاطفال، المحيط كله ما عم تستجيب له. والله معتمدين على العلاج على الأوميجا 3، على الشرابات اللي تساعد تقوية الذاكرة وتقوية وتنشيط الدماغ، وفي علاجات ثانية. هي تعرف الطفل المريض هذا يعاني من فرط نشاط غير طبيعي، فعندنا علاجات شوية تخفيف من فرط هذا النشاط. كثير بنسمع أستاذ الناس إنه عم تحكي عن التوحد وناس تعرف معلومات بسيطة عنه، لو توضح لنا شو هو اضطراب طيف التوحد وشو هو الفرق بين المسمى التوحد وطيف التوحد؟ هو صحيح يعني بصير في خلط كثير في موضوع التوحد واضطراب التوحد، هل هو اضطراب مرض، هل هو داء مؤقت وغير من هي الأمور. لكن إذا بدنا نحن ننظر لاضطراب طيف التوحد، هو اضطراب نمائي عصبي. نمائي عصبي يعني هو بصير عند الأطفال في عمر مبكر بتظهر أعراضه، وهو له علاقة في عمل ووظائف الدماغ، عمل ووظائف الدماغ. فهو اضطراب نمائي عصبي بصير الأطفال، وهو من الاضطرابات المزمنة اللي بتستمر مدى الحياة، لكن التدخل والعلاج هو بيغير من مستويات هاي الأعراض ومن شدة هذا الاضطراب. فبيأثر بشكل أساسي على ثلاث جوانب. يعني الجانب الأول له علاقة بالتواصل واستخدام اللغة للتواصل وفهم اللغة. الجانب الثاني هو له علاقة في التفاعل الاجتماعي، ونحن بنعرف أنه التواصل كمان مهم في التفاعل الاجتماعي، ولهيك اندمجوا الأعراض اللي بيحكوا عن يعني التوحد، تشخيص التوحد، دمجوا ما بين التواصل والتفاعل الاجتماعي.
سابقا كان يفصل هاي الأعراض عن بعض في لأغراض التشخيص يعني فقط. الجانب الثالث اللي بتأثر فيه هو السلوكيات النمطية، ظهور السلوكيات النمطية والتقييد والروتين والطقوس وغيرها من الأمور اللي بتقيد تواصل وتفاعل الطفل أو وجوده في البيئة بشكل عام. فهي الجوانب الثلاثة الأساسية اللي بتتأثر في وجود اضطراب طيف التوحد. طيب هلأ اليوم أستاذ كتير في أعراض مثل ما ذكرت لطيف التوحد، بس أكثر الأعراض هي الشائعة الاتصال البصري، يعني لو تحكينا عن الأعراض الأخرى، يعني ممكن الأم لما تشوفها بطفلة تعرف أنه هو مصاب. نعم، هلأ صراحة هو مو فقط التواصل البصري، لأنه لما نحكي خاصة لما نحكي نحن عن طيف توحد هو مدى واسع من الأعراض، يعني ممكن نلاقي أطفال في عندهم غياب للتواصل البصري، وفي أطفال عندهم تحديق زائد، ممكن أطفال بيستخدموا التواصل البصري في التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، في أطفال لا، هن التواصل البصري بيكون عندهم في خلينا نقول خلل ما. فإذا التواصل البصري هو جزئية من التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الآخرين. إذا بدنا نيجي نرتبهم ونحكي عنهم فيما يتعلق في اللغة مثلا، كمان بنشوف نحن استخدام غير طبيعي للغة، أحيانا في عدم فهم لرسائل الآخرين ولكلام الآخرين، عدم الاستجابة ممكن نشوف عند الطفل تأخر شديد في اللغة، وإذا تطورت اللغة بتبدأ تتطور مع وجود بعض الإشكاليات أو المشاكل أو القيود على هي اللغة. مثلا ممكن يصير في إيكولوليا اللي هي صدى صوتي تكرار، يعني إذا حكينا مع طفل ممكن يردد لنا اللي نحن بنحكيه، ممكن يردد كلمات معينة، ممكن يردد أشياء سامحها سابقا. وكمان ممكن نشوف إذا حتى لو كانت اللغة موجودة عند الطفل ممكن يكون فيها تركيز مثلا على أشياء، تركيز شديد على مواضيع معينة، فبتكون هي مدار حديث للطفل مع وجود طبعا المشاكل في اللغة. ممكن كمان نشوف أنه اللغة شبه معدومة أو استخدام قليل جدا للكلمات، وحتى لو استخدم الطفل ممكن تكون هي الكلمات غير وظيفية. طبعا نحن بنحكي أنه مو كل الأطفال لازم يكون عندهم نفس الدرجة من هذا التأخر، في أطفال ممكن يستخدم اللغة للتواصل لكن بقدر محدود وبشكل محدود، وهي اللغة ممكن تخدمهم، الدرجات البسيطة طبعا من التوحد ممكن تخدمهم وتساعدهم أنه يدخلوا حتى على المدرسة ويدخلوا على الجامعة وممكن يشتغلوا ممكن يمارسوا حياتهم، لكن مع قيود معينة متعلقة في اللغة ومتعلقة في التواصل بشكل عام. هذا إذا نحن بنحكي عن اللغة. التفاعل الاجتماعي نشوف كمان أنه في فقر أو ضعف ممكن يكون أو انعدام للتواصل والتفاعل مع الآخرين من ناحية الاجتماعية، يعني المبادرة لإنشاء العلاقات مع الآخرين، وحتى لو هن عملوا هاي العلاقات بنلاقي في إشكالية بأنهم هن يحافظوا عليها. كيف يعني؟ يعني ما في الرابطة اللي ممكن تبين بين الأشخاص والتفاعل والمشاركة الوجدانية وغيرها. طبعا مو لأنه الطفل هو ما بده، الطفل بده ولكن غير قادر، في عنده خلل في هذا الموضوع. ممكن نشوف الارتباط مع الآخرين، إما ممكن يكون ارتباط شديد جدا مع أشخاص معينين، وممكن يكون عدم أو لا مبالاة في هاي الرابطة بحيث أنه هو ما بيهتم لقرب أو بعد أشخاص معينين منه. اللعب كمان مثلا من أوجه التفاعل الاجتماعي بنشوف في قصور بمهارات اللعب، ممكن يكون اللعب بشكل فردي وبيتركز على أشياء معينة أو أمور معينة خاصة فيه. هذا بالنسبة للتواصل وبالنسبة للتفاعل الاجتماعي. نعم، باختصار طبعا هذا، لكن في الجانب الثالث اللي هو مهم هو الحركات النمطية التكرارية اللي ممكن هي تتكرر، مثل الرفرف، الدوران، المشي على رؤوس الأصابع، اللعب بالأصابع. طبعا لما نحكي عن هاي الحركات النمطية هي بتاخذ وقت طويل وممكن انها تكون بتحد من نشاطات الطفل الثاني. طبعا فينا نكمل اذا بدك تسألين عن شيء، لكن هو لتوضيح فقط هاي الأعراض. وفي لها كمان أعراض تتعلق بالطقوس والروتين الشديد، روتين بالمكان أو بالزمان أو بأنشطة معينة.
هلا مثل يعني ما ذكرت انه على التواصل او التفاعل مع الاشخاص، نحن شائع او يلي بنعرفه انه طفل التوحد بيحب العزله يعني، ولكن انت قلت لي لا هو بيحب يتواصل بس هو غير قادر يعني. تماما، يعني هي من وين نحن بنعرفها؟ من وين بيجي؟ طيب اذا الطفل التوحد ما بيعبر او بيلاقي صعوبه بالتعبير مثلا او هي من الاشخاص اللي كان عندهم اضطراب طيف التوحد وبمرحله ما هن استطاعوا انه يعبروا ويستخدموا اللغه للتعبير لو كان بدرجات محدودة. فهن بيحكوا عن أنه دائما كان عندهم رغبة ولكن ما كانوا بيعرفوا كيف يتواصل، كيف يطلعوا من هي الدائرة اللي هي بتحصرهم وبتحجزهم عن الآخرين. فلما يتدربوا ويتواصلوا أو يتعلموا كيف أنهم يتواصلوا صاروا يعبروا ويحكوا عن هاي الأشياء. طيب لذلك الموضوع يعني متصل بموضوع ثاني قديش مهم هو التدخل للأمان. طيب هلا طيف التوحد هو يعني اضطراب مكتسب ام جيني يعني برايك؟ لا بس هيك لنغلق موضوع الاعراض، لانه للامانه الجزء الثالث اللي هو الحركات النمطيه والروتين والطقوس المعينه اللي ممكن انه يعني يلتزم فيها الطفل اللي عنده اضطراب طيف التوحد هي ما تميز هذا الاضطراب عن بعض الاضطرابات الثانيه المشابهه. فلهيك نحن لما نشوف الطفل عنده مثلا انعزال بيلعب لحاله، اللغة عنده مانة تمام وكذا، إذا ما كان موجود عنده حركات نمطية وروتين وطقوس معينة ما فينا نحكي إنه هذا طفل عنده اضطراب التوحد. فإلها أشكال مختلفة الحركات النمطية والروتين، لكن هي تتصف بأنه بتاخد فترة طويلة. يعني مثلا إغلاق وفتح الباب كلياتنا ممكن نكون لعبنا هيك نشاط ونحن صغار، لكن عند طفل التوحد هو بيلعب هذا الموضوع أو خلينا نقول بيسلك بهي الطريقة لفترة طويلة وبدون إظهار نوع من الاستمتاع أو أنه على أنه مرح أو للعب، لكن هو سلوك بتكرر لفترة طويلة وبشكل مستمر. نرجع للسؤال اللي أنت سألتني إياه وهو هذا كمان جدا مهم. لا يوجد سبب واضح محدد معروف عن اللي بيسبب التوحد، لهيك هو اسمه اضطراب ما اسمه مرض. اضطراب طيف التوحد في فرضيات كثير بتحكي عن الأسباب اللي بتسبب، لكن في فرضيات منها ظهر بطلانها أو تحقق بالدراسات والبحث بطلان هاي الفرضيات، مثل الأم الباردة الثلاجة، مثل اللقاحات مثلا وغيرها من الأمور. أكثر شيء هلأ باختصار يعني أكثر شيء هلأ هو المشكوك فيه العامل الوراثي، طبعا من خلال هن ملاحظة العوائل أو الأسر اللي بيكون فيها مثلا أطفال عند التوحد، شافوا أنه إذا بيكون في توأم إله متطابق فالنسبة بترتفع احتمالية أنه يصاب في التوحد، أو الأسر اللي بينتشر فيها هذا الاضطراب فبتلاقي في احتمالية أكبر وأكبر لأنه يولدوا أطفال عندهم اضطراب طيف التوحد. العوامل الثانية هي النواقل العصبية وعمل هي النواقل العصبية الدماغ، مثل الدوبامين السيروتونين وخلل في عمل وظائف الدماغ فيما يتعلق بهذا الأمر، كمان هي من الفرضيات اللي بتحكي عن أسباب طيف التوحد. لكن ما في سبب إلى الآن محدد بيقول إنه كذا يؤدي إلى التوحد. مثلا شائع ونسمع في بعض الأحيان إنه والله صابوا توحد من وراء التلفزيون مثلا، كثير عم نسمع هاي القصص او من الموبايل. تماما، انه يعني مكتسب، بين قوسين مكتسب. التوحد لا يسبب التلفاز بشكل مباشر، انما التلفاز او الشاشات او مشاهده الشاشات واستخدامها لفترات طويله ممكن تفاقم من الاعراض اساسا اللي هي بترتبط بالتوحد. يعني ممكن تفاقم من ضعف التفاعل والتشارك الاجتماعي، ممكن تفاقم من الأمور أو المشكلات اللي بتتعلق باللغة، اللعب، مهارات اللعب وغيرها، التواصل مع المقربين وغير هاي الأمور، لكن مو هو بسبب بشكل مباشر اضطراب طيف التوحد. فإذا في عنا خلينا نقول الأسباب ليست واضحة، في عوامل بتساهم بتطور هاي الأعراض وتفاقمها، المشتبه الأساسي فيه هو الوراثة وما زالت الدراسات تبحث بهذا. أشكرك أستاذ على هاي المعلومات. رح نطلع فاصل قصير ومن ثم نعود للحوار من جديد. مشاهدينا بعد الفاصل رح نتحدث عن طرق علاج اضطراب طيف التوحد، خلوكم معنا.
اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وبرحب مجددا بالاستاذ بسام الحوراني مختص نفسي. بنرجع استاذ لموضوع اضطراب طيف التوحد. يعني هلا بالشمال السوري يعني ما عندنا مراكز متخصصه بتدريب الطفل المصاب بالتوحد او مدارس يعني هي مختصه. فالطفل احيانا او بعض العائلات بتلجا لارسال اطفالها لمدارس عامه. شو ايجابيات هذا الموضوع وشو السلبيات لو تخبرنا؟ طبعا يعني هلا اذا بدنا نشوف هي الايجابيات والسلبيات، بدنا اول شيء نركز على موضوع او نشرح موضوع يتعلق في درجات التوحد. التوحد هو درجات من بسيط الى شديد جدا. كل ما زادت درجة اضطراب طيف التوحد، كل ما صار في، خلينا نقول، ضعف في الاحتمالية انه هذا الطفل يندمج بشكل خلينا نقول طبيعي بالمدارس، او انه يتلقى التعليم مثل غيره من الاطفال بنفس الطريقة بنفس الاسلوب. حتى لو كان بدرجات البسيطة، الا ما يكون الطفل بحاجة بحاجة لبرنامج خاص فيه وبرنامج يدعمه في المدرسة كمان. لهيك نحن الطفل التوحد اول شيء هو بعد التشخيص بده يكون في تدريب للاسره كيف انهم يتعاملوا مع هي الاعراض وهي المشكلات والصعوبات الموجوده في التفاعل والتواصل مع طفلهم، او المشكلات اللي ممكن تكون احيانا ترافق طيف التوحد، او الاضطرابات اللي كمان ممكن تكون مرافقه لاضطراب طيف التوحد، مثلا اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه، مثل اضطراب المشكلات المعالجه الحسيه، المشكله اللي عندهم في تلقي او الاستجابه للمثيرات الحسيه مثل الاصوات، مثل الاضواء، مثل الملامس المزعجه بالنسبه لهم طبعا، لانه درجات الاستجابة عندهم لهي الأشياء هي متفاوتة بشكل كبير جدا. يعني ممكن مثلا صوت صغير بالنسبة لطفل عنده اضطراب طيف التوحد يعمل له مشكلة كبيرة، وطفل آخر ممكن يكون بيصير بجنبه أصوات عالية جدا وما ينتبه لها. المقصد من هذا الموضوع أنه تشخيص التوحد بعد ما يصير وينحط برنامج للطفل، تدريب وتدخل مبكر، ويكون مثلا الدرجة بسيطة أو مثلا متوسطة ويخضع للتدخل المناسب والتأهيل المناسب، ممكن أن يدمج هذا الطفل في المدارس. لكن وضع الطفل مع وجود كل هاي التحديات للأمانة، مع عدم وجود تدخل مناسب، مع عدم وجود تدخل مبكر، مثلا غياب تدخل مبكر، وضعه بالمدارس ممكن يخليه عرضة في بعض الأحيان للتنمر، للبصمة، للإقصاء، للعزل من قبل الآخرين، وبالتالي ممكن يصير عنده ردة فعل. لأنه طفل التوحد مع كل اللي ذكرنا غالبا طبعا باستثناء الحالات الشديدة جدا واللي بيكون مرافق لها مثلا إعاقة ذهنية شديدة، أطفال التوحد يدركوا وبيعرفوا تماما شو اللي عم بصير حواليهم، بيدركوا شو اللي الأمور اللي عم تحدث حواليهم، لكن هن ما بيقدروا يتفاعلوا، هن ما بيقدروا يعبروا أو يحكوا شو بالنسبة لهم مشاعرهم، شو بحسوا كذا. لذلك وضع الطفل بمثل هذا المقام أو بمثل هذا الوضع دون مساعدته على أنه يتخطى هاي العقبات والحواجز، هذا ممكن أنه يؤدي بالنهاية لرد فعل عكسي وسلبي ومحبط في بعض الأحيان حتى للأسر. هلأ مثل ما ذكرت أنه هناك مستويات للمصابين باضطراب طيف التوحد، لو كان عندنا مثلا طفل مصاب ب50% وطفل آخر 90%، شو الفرق من ناحية الأعراض والعلاج لو تخبرنا؟ حلو جميل هذا السؤال. نحن منشوف أنه درجات هذا الاضطراب هي مثلا لما يكون متوسط أو يكون بسيط أو يكون شديد، درجة هاي الأعراض بتكون أشد، وغياب أو وجود بعض المهارات كمان هذا بيلعب فيه دور. مثال درجة التوحد البسيط، ممكن نشوف مثلا طفل عنده لغة، طفل مو معدوم التواصل بشكل كامل مع الآخرين، طفل يقلد، طفل لكن بحدود معينة، بحاجة لدعم لحتى مثلا يعرف يؤدي مثل هاي المهارات أو يقوم بمثل هاي المهارات. أما كل ما طلعنا بدرجة أو شدة هاي الأعراض،
بصير التحديات أكبر. بصير مثلا ممكن يكون اللغة غائبة تماما أو موجودة لكن بقيود شديدة جدا، ممكن نشوف أنه التفاعل ضعيف جدا، ممكن نشوف أنه في وجود لبعض الاضطرابات الثانية مثل فرط الحركة، مثل إعاقة ذهنية مثلا، مثل المشكلات المعالجة الحسية اللي ذكرناها. فلذلك غالبا نحن لما نشوف درجة توحد شديدة 90 مثلا مثل ما ذكرت 90% خلينا نقول بهالتصنيفات، ممكن انه نشوف هي الاشكاليات بتكون اكثر واكثر. مثال ونحن بنحكي عن نسب ظهور اضطرابات ثانيه مع اضطراب التوحد، طبعا هي حسب الدراسات مختلفه، لكن في دراسات بتقول انه اطفال اضطراب طيف التوحد 30% منهم أو أكثر شوي هن بيكون عندهم فط حركة وتشتت انتباه. نعم. تقريبا 65% بيكون عندهم درجة من درجات الإعاقة الذهنية، يعني 35 أو 40% ممكن يكون ذكائهم عادي أو فوق العادي في بعض الأحيان، ممكن يكون عندهم مهارات عالية جدا في بعض المجالات بعض الأمور. لذلك مو كل أطفال طيف التوحد هن نفس الدرجة نفس الأعراض نفس الشدة، هم مختلفين متباينين. ويمكن من هون إجا خلينا نقول اسم اضطراب طيف التوحد اللي هو طيف واسع من الأعراض بدرجاته المختلفة. نعم. البسيطة والمتوسطة والشديدة. طيب أكثر الناس بيقولوا لا يوجد علاج دوائي لاضطراب طيف التوحد، يعني كيف ممكن يكون العلاج وما هي مراحله لو تذكر لنا حضرتك؟ تمام، مهم جدا لأنه كثير بنسأل هذا السؤال، شو هو علاج، هل في دواء معين ممكن؟ للتوحد كاضطراب طيف توحد لا يوجد أي عقار يعني دوائي، تمام؟ أي علاج دوائي يستهدف التوحد كتوحد كاضطراب. إنما في بعض الأحيان بتم وصف بعض الأدوية اللي ممكن تحسن من بعض الأعراض، يعني إذا كان الطفل عنده مشاكل في النوم، إذا كان عنده مشاكل في الشهية، إذا كان مرافق لاضطراب طيف التوحد مثلاً اضطراب فرط الحركة، فتحسين الأعراض هو بيكون الهدف من أو التخفيف من الأعراض وليس تحسين الأعراض، التخفيف من هي شدة الأعراض هي هو بيكون هدف الوصفات العلاجية الدوائية. إنما العلاج الأساسي لاضطراب طيف التوحد هو من خلال التدريب السلوكي، العلاج السلوكي والعلاجات الأخرى اللي بتدعم هذا العلاج. ممكن يكون مثلا خدمات مساندة لها علاقة بالكلام واللغة، تأهيل الكلام واللغة، ممكن يكون علاج وظيفي، علاج فيزيائي، هي الأشياء اللي عادة يركز عليها أو بتكون أثبتت الدراسات طبعا أنه هي أكثر نجاعة في التعامل مع اضطراب طيف التوحد. شائع أو من كل فترة وفترة بنسمع، بين كل فترة وفترة بنسمع مثلا علاج بالحمية الغذائية، علاج بالنشاطات المختلفة مثل السباحة، مثل حتى مثلا علاج بالأكسجين المضغوط أو الضغط العالي. كل هاي العلاجات ما أثبتت الدراسات أنه هي يعني مثبتة، ما نعم مثبتة بدليل علمي أنه هي ممكن أنها تكون لها أثر كبير في اضطراب طيف التوحد. الشيء الأساسي المثبت خلينا نقول فعاليته هو العلاج السلوكي اللي بيعتمد على التحليل السلوك التطبيق الـ ABA بسموه، اللي بيعتمد على مبادئ خلينا نقول هي لها علاقة بتعديل السلوك، كيف أنا أتعامل مع السلوكيات، كيف أطور المهارات، كيف أخفف من الصعوبات والتحديات اللي ممكن تكون موجودة عند طفل. تدريب الأهل الأسرة مهم جداً، تدريب الطفل ضمن برنامج معين مخصص له، تحضير إذا الطفل فيه عنده احتمالية أنه يدمج في التعليم العام، تحضير خطة خاصة له ومتابعته، هذا كله بيفرض للأمانة يعني أنه يكون في تكثيف لمثل هاي الجهود اللي بتوفر مثل هاي العلاجات أو مثل هاي التخصصات المختلفة، تدريب كوادر للعمل معهم أو التخصصات. قبل الختام استاذ، لو تعطينا نصائح للعائلات اللي عندها طفل مصاب باضطراب طيف التوحد. دائما يعني كونه نحن بلقاءات يعني عادة بتكون سريعة، حديث بيشمل أو بيغطي خلينا نقول أو بتعلق بموضوع واسع جدا، لأنه التدريب هو بيكون قائم على خطة والخطة قائم على تقييم،
وغيرها من الأمور. لكن بشكل عام كنصائح ممكن دائما نحن نهتم أن نوجهها للأسر، أنه هذا الطفل بحاجة أنه نحن ندعمه في التواصل، ندعمه في فرص التفاعل الاجتماعي قدر الإمكان، ما نعزله، ما نقصيه عن المجتمع، نهيئ له فرص لاكتساب المهارات المختلفة. مثلا نسمي مثال، نحن بنحكي إذا كانت أم أو أب عندهم هذا الطفل وهو صغير، يحاولوا يحكوا معه دائما، يسموا له الأشياء، يفسروا له الأشياء، لأنه هو بيسمع وبيدرك. طبعا يعني كثير من الأمور أحيانا بتصير أنه لأنه ما بيحكي فبفكروا أنه ما بيدرك الأشياء اللي بيحكي له إياها، فبيبطلوا يتواصلوا معه، بصيروا بتواصلوا معه بالإشارة، بتواصلوا معه بالتلبية الاعتيادية التلقائية بتصير، يعني أوكي كل يوم أنا بحط كل الفطور بهي الساعة، كل يوم بعطيه المي بهي الساعة وهكذا. لا، نحن بدنا نتيح له الفرصة أنه هو يطلب هاي الأشياء كيف ما كان، ندربه يطلبها بالإشارة كونه الإشارة هي بتكون ضعيفة عنده، ندربه أنه يطلبها مثلا من خلال صور، ندربه حسب حالة كل طفل. الشيء الثاني، الأطفال التوحد عندهم شيء شائع للأمانة، هي نوبات الغضب والعصبية. نوبات الغضب والعصبية بالنسبة لإله بيكون في إلها سبب واضح ومعين بالنسبة لإله، لكن بالنسبة لإلنا في بعض الأحيان ممكن نقعد نتحذر إنه ليش هو عم بيصرخ، ليش صار له ساعتين عم بيبكي ما بيسكت. نحن هون بدنا نتدرب كيف نتعامل مع نوبات الغضب هاي، لأنه يوجد ما يبرر هاي النوبات عند الطفل. فما بي يعني ردود الفعل تبعنا لازم أو يعني يجب أن تكون متفهمة للأسباب اللي ممكن تكون هي وراء السلوك اللي ممكن يظهر، لأنه هو بدون سبب، هو بالحقيقة له سبب. كمان من النصائح اللي ممكن نقدمها نحن للأسر أنه ينتبهوا لنفسهم قبل كل شيء. يعني عادة الأسر لما يكتشفوا وجود اضطراب طيف التوحد عند أحد أبنائهم بصير أنه كل حياتهم بتلغى أو شبه إلغاء لها، حياتهم الشخصية، حياتهم الاجتماعية، بتصير الأم يعني بتبذل أقصى الجهود وبتنسى نفسها رعاية الذات عندها. هذا بيعمل ضغوط عندها على المدى الطويل، هذا بيعمل إحباطات، هذا بيعمل إنه هي بتروح فرص معينة لتدعم نفسها وبالتالي تدعم طفلها. لذلك كمان هي الأسرة والأم بشكل خاص لازم تنتبه لهذا الموضوع، من خلال أنه هي ممكن تتواصل مع أسر ثانية وتشوف تجربتهم وتشوف كيف تعاملوا مع طفلهم، كيف نجحوا أنه أهلوا طفلهم ودعموه، تبحث عن فرص لتأهيل قدر الإمكان، تسأل. ومع أنه يعني هي لازم تكون وظيفة المراكز بأنه توفر المعلومات، لكن في ظروف معينة وفي أوضاع معينة ممكن هي الخدمات تكون ما نمو موجودة أو ما أنا متوفرة في المجتمع. لذلك هذا الشيء بيدعمهم للأمانة، التواصل مع الآخرين، التواصل مع الطفل بخلينا نقول بشكل بتوازن تماما، يعني ما توقف حياته أنه خلاص أنه أنا ابني مريض يعني فانتهت الحياة، فلازم تبحث عن طرق جديدة لحتى تقدر تساعد حاله وتساعده. تماما. نحن بنتفهم ردود الفعل عند الأسر وعند الأمهات لما يكتشفوا، أكيد يعني هذا ما سهل بالنسبة للأسر والأمهات، لكن هن بدهم ياخذوا وقتهم، وكويس كثير أنه ياخذوا وقتهم لحتى يستوعبوا هذا الأمر. لكن في دائما فرص إيجابية ممكن أنها تكون موجودة مع وجود هذا الطفل اللي عنده توحد. يعني كمان كيف نفهم وكيف نوعي إخواته الطفل إذا كان عنده أخوة، كيف أنه نشجعهم يتواصلوا معه دائما، يتفاعلوا معه دائما. ما يتم إقصائه لأنه والله ما بيحكي مثلا، أو ما بيبين أنه ما عم بتعاطف معنا أو ما بتشارك معنا، إنما نحن نهيئ له هاي الفرص قدر الإمكان. كل الشكر لك أستاذ ولأستاذ بسام الحوراني مختص نفسي على هاي المعلومات، وشكرا لك لتلبية دعوتنا اليوم ووجودك معنا بهاي الحلقة. على مثل هاي المواضيع المهمة صراحة، لأنه ضروري جدا أنه ننشر المعلومة الصحيحة قدر الإمكان، ندعم الأسر اللي عندهم أطفال توحد قدر الإمكان، هذا كله بيأثر يعني بشكل فارق كبير جدا. شكرا لك ولكل المتابعين وكل المشاهدين. العفو. شكرا. يعطيك الف. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا بنتمنى تكونوا قد استفدتم من المعلومات والنصائح. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم عليكم العافية، دمتم بصحة وعافية.